معكم زهرة عرباني، ميك اب ارتست، خبيرة تجميل. مبروك عليكم شهر رمضان بالصحة والعافية، دخل إلى الأمة الإسلامية بكل ما تمنى. اليوم غنطرقوا واحد الموضوع ديال العناية بالبشرة. كيف كنعرفوا أن مع الصيام كتكون مجموعة من الجفاف والتشققات على مستوى الجسم كامل، واليوم غنهضر على بشرة الوجه خاصة. كنعرفوا أن الصيام يعني خاص الإنسان مورا الفطور ولا بين وجبة الفطور والسحور يشرب كمية كافية من الماء، ويحاول ياخذ التغذية ديالو تكون متوازنة بين الخضروات والفواكه. ولهذا غنطرق لهذاك الروتين اليومي اللي كنتو كديروا قبل رمضان، فيجب على كل سيدة او فتاة في هذه الفترة الرمضانية تعتني بالبشرة ديالها للحماية من التشققات والجفاف كما ذكرت في الاول. فالروتين اللي كنتي معتادة انك كديريه تقدري ديريه، واي حاجه نبغيو نطبقوها على البشره ديالنا حتى كننظفوها ونحطوا كريم مرطب، ولا كنا غادي نخرجوا للشمس بالنهار ولا غادي نمشيو للعمل ديالنا خاصنا نديروا واقي شمسي، هذا من جهه. وحتى بالنسبه للشفايف يعني خاصكم في الليل ملي كتفطروا ولا تبغيو تنعسوا مثلا واحد 5 دقائق 10 دقائق، تقدر اي سيده في البيت ديالها تاخذ معلقه ديال العسل ومعلقه ديال الليمون، يعني كالحامض هو الليمون كيف كتعرفوا، وكتبقاي ديري فيه واحد بعد واحد الحبات ديال العكر الفاسي، لان كتشدي هذاك العكر الفاسي كتحرك كيف بواحد الشكل تاخذي الكميه اللي غادي ديري داك النهار، وتبقاي ديري 5 دقائق، وكتبقاي ديري مساج باليدين ديالك على مستوى الشفاه، وكتخليه 5 دقائق وكتمسحي، ولا تقدري تنشفيه غير شويه وتخليه، وفي الصباح تغسلي الوجه ديالك وتمشي للعمل ديالك، وغتكوني بواحد الاطلاله اللي هي جميله وكتبيني لا شاحبه، وكذلك حتى اللون ديال الشفايف كيكون وردي وطبيعي وما كتبانيش انك مخالفه للناس اللي في الشارع.